سلام حلو الأستاذ سمير غانم، سلام حلو. أنا بس جابوني من الاستوديو اللي جنبك عشان أقول لك كل سنة وأنت طيب يا أحلى فنان أنجبته مصر في الفترة الأخيرة دي، أنت والعيلة الجميلة دي وربنا يخليهم لك. وأنا أصلي من محبيك والعريس أهو، أنا حضرت فرحه واطربنا بقى وأنا معاك. سافر هولندا واروح امستردام، وكمان هتسيب فرقتي زي ابراهيم وحسام. يا للقش وقش وقش وقش، المغنى صباح الضخ ودش، فيديو كليب وارزع دب الرأس عن فيديو. ما احنا شنود ولا تراكوا، ولا كل يوم هشتكي شكوى. ما احنا شنود ولا تراكوا، ولا كل يوم ما احنا شنود ولا تراكوا، ولا كل يوم هشتكي شكوى. المغنى يصلح حالها يا سيبها وارجع للمكوى. راح فين زمان السميع المزود سيد وبديع؟ راح فين زمان السميع المزود سيد وبديع؟ راح فين زمان السميع المزود سيد وبديع؟ ما كانش في غنوة بطيئة، ولا كانش في غنوة سريعة. إيه اسمع مني وشوف حصل ايه، ليه الطبع اتغير ليه؟ ننسى حياتنا وننسى عاداتنا وننسى اللي اتربينا عليه وعليه وعليه. راحت خلاص ايام الست، بقينا في عصر الانترنت، دلوقتي نرقص على الوحدة وبنسمع افرد والدك. تعبنا من فن يا قنا، ومن اللي قال قنا ومنا، ناس تغني الهريكاي وناس تغني كمان ناما ناما ناما. بقاش المغنى خلاص هي كل يوم ميت أغنية، وهيصة وزيطة وأي كلام، وبيقولوا لك شبابية 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 شبابية. عبد الحليم يا ما قال موعود، فريد الأطرش ملك العود، دلوقتي بقينا نسمع ليلة فيديو كليب عيون السود 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 السود. احنا في عصر الفضائيات، وقمر مصر اسمه نايل سات، مش لاقيين لحن يمتعنا ولا عارفين نسمع كلمات كلمات. ايوه
كلمات كلمات ليالي أضواء ومدينة اللي صبحنا يمسينا ومرة نسمع عن جدي ومرة نسمع مكرينا كرينا كرينا أيوة كرينا أيوة اسمع مني جديد في جديد إن ما سمعتش قول وأنا عيد إحنا بلدنا يا ناس عايزانا ده كلام جد ومش أناشيد 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 فين اللي بيقولوا بطالة وناس كتير مش شغالة تشكى واسعة وبتنادي وكل يوم عايز أعمالة عمالة عمالة شباب كتير بقى متكاسل لابسين خواتم وسلاسل الشغل حاجة ما يعرفهاش يا دوب يعاكس ويراسل 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 راح فين زمان الجلابية واللمة حوالين طبلية خلاص محدش بقى فاضي اللي الفلوس والعربية عربية عربية بس خلاص شكرا